محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سيد رئيس مؤسسة عدال فاسي واحد، سيد الحارس العام، سادة الأساتذة، تلامذتنا الأعزاء، سعداء أن نلتقي معكم في هذه الليلة المباركة في هذا النشاط الذي ينظمه المجلس العلمي لإقليم الناظور بتنسيق مع مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجلس العلمي كان معكم في السنة الماضية في حفل بهيج، وهو يعود إليكم مرة باسم المؤسسة إداريها وأساتذتها، باسم المؤسسة أساتذتها وتلامذتها وإداريها، وخاصة تلاميذ القسم الداخلي. أرحب بالسادة الأساتذة الضيوف المحترمين وأئمة الأجلاء، وأخص بالذكر السيد الحاج عبد الرحيم المريني عضو المجلس العلمي بزير، والسيد الحاج عبد الحميد القندوسي مدير مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم، والسيد الإمام الحاج مصطفى بجرجع عضو عن الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما أشكر جميع الأساتذة الحاضرين معنا والإداريين مشكورين، ونتقدم له جميعا بالشكر الجزيل. كيف كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت قامته؟ كيف كان لونه؟ كيف كانت بنيته؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الجمال والكمال والحسن والبهاء، وقد حاول الصحابة رضي الله عنهم أن يصفوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجموعة من الصحابة وصفوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء الصحابة الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب و جابر ابن سمرة وهند ابن أبي هالة الجواب
ابن أبي طالب وعلي علي بن طالب وأبي بكر الصديق. علي بن أبي طالب من الشباب زيد وأبو بكر الصديق. نريد الشباب أقل من 20 سنة. الدروس والعبر المستفادة من فرض الصلاة ليلة الإسراء والمعراج. تعلمون أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج. ما هي الدروس والعبر المستخلصة منها؟ الوالد في نصف دقيقة. ماذا؟ أمس السنة المسلم. شرح أكثر لما نفهم. المستفاد من فرائض ليلة الإسراء والمعراج أمس سنة المسلم وارتياد فضائل جانبي. نعم، إشارة إلى السمو في عن السمو، إشارة أيضا إلى أن الإنسان يمكن أن يرتدي هذا الفضائل خارجي. سنرى الجواب وسنقيمه. السؤال رقم 1 كما يظهر على الشاشة، من هو مؤلف كتاب السيرة النبوية دروس وعبر؟ من هو مؤلف كتاب السيرة النبوية دروس وعبر؟ الدكتور مصطفى السباعي. الجواب صحيح؟